بس ما كمان هن الفريق الآخر، يعني يرى بأدبياتكم وثقافتكم أيضا ما يناقض إذا بدك ثوابته السياسية والسيادية، يعني لأنه حتى يعني حتى السيادة اليوم، يعني أنتم تقولون بأنكم أنه أنتم أهل السيادة بالبلد، وسيد نصر الله بيقول أنه هن السياديين. و امبارح انا شفتك كثير معصب على تويتر للحقيقه. ليه؟ صار لك يومين. لا ابدا. بلا متوتر من شو؟ مش معصب، انه بس قصدي عم بترد هيك بسقف عالي كثير على بعض المنتقدين يلي انتقدوا تارة 14 ايلول، يعني ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل. بدك اقرا لك اياه هون موجودين على تويتر. بس خلينا نكون انا وياك واعيين، ما في شيء اسمه توتر. ايه؟ انا بسالك سؤال على الهواء مباشر، انه كيف يسمح لنفسه كان نائب سابق، مش عم نحكي انه حدا ميليشياوي قاعد بشي ضيعه منسيه، لا عم نحكي عن نائب سابق كان بقلب البرلمان اللبناني، منتخب بالمؤسسات الدستوريه في لبنان، منتخب من الناس، كيف يسمح لنفسه يطلع يحيي النائب السابق نجاح وكيم، يحيي من غتال الشهيد بشير جميل، يوجه لهم تحيه؟ يعني انت عندما لما انت بتوقف في امام شخص عنده ادبيات مختلفه بالسياسه، بتعرف انه بعده لهلا قضيه الرئيس بشير جميل هي قضيه انقسام، بتعمل انقسام بالبلد. خليك معي استاذ جوزفين، خليك انا معك، بس عم اقول لك انه من اي وجهه نظر هن عم ما في وجهه نظر، ما في وجهه نظر في عندما اي مطلق اي انسان في هذا الكون مين يحيي اي محيي جريمه ارهابيه، جريمة اغتيال لمطلق أي إنسان، هذا يعتبر شخص عم بيشجع على القتل وعم بيشجع على الاغتيال، وبالتالي هذا الشخص اللي بيشجع على الاغتيال هذا شخص يجب أن يلاحق قانونيا وقضائيا لأنه هذا يشجع على الاغتيال. اثنين، الشيخ بشير جميل هو رئيس للجمهورية في لبنان، وبالتالي أنت لما عم بتحيي من اغتاله أنت عم تحيي من اغتال رأس الدولة في لبنان. ثلاثة، ما فيك تقومي بلد، عم بحكي بالمبدأ العام، ما فيك تقومي بلد على قاعدة أنا انبسط وحيي من اغتال زعمائك وأنت تحيي من اغتال زعمائي، هذا ما بيقوم في بلد. لذلك النائب السابق نجاح وكيم يا إما حرام، يعني دخل بغيبوبة فكرية ما، يعني مريض. نعم. بعتقد يعني بقدر أنه لا. عنده لا 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 يعني نحن سندعي عليه، عم خبرك نحن سندعي عليه لأنه هيك. لا، بتقولي لي ما في قضاء، القضاء اللبناني عليه أن يتحمل مسؤوليته. مش مقبول هذا تشجيع على العنف. طيب. وهذا شخص ولا وخليكي معي شوي خليني أكمل لك، لا يجب على أي حزب بدءا من حزب الله لأي حزب آخر أن يشجع هؤلاء الأشخاص على التشجيع العلني على القتل وعلى العنف. لا يحق لابن وكيم نجاح أن يحيي من قتل بشير جميل، بده يسمح لنا، بده يروح ينضب، فهمت كيف؟ وهذا شخص يجب أن يلاحق، وهذا شخص يجب أن يعتقل، ويجب أن يسجن. لا، مش مقبول، في حدود لكل شيء بالحياة، في حدود. ما فينا نبني وطن بس بتعرف خليني خبرك، خليني ذكرك بشغلي، خليني ذكرك بشغلي. بس حضرتك بتعرف ليش بتعرف بيعتبروا الرئيس بشير الجميل هو كان على علاقة مع الإسرائيليين وكرمال هيك اغتيل؟ ما أنا عم أقول لك خليني ذكرك بشغلي، ذكرني. أوكي، حزب الله فصل النائب نواف الموسوي من البرلمان لأنه حكي كلام من هذا القبيل. استاذ جوزيفين، ما فينا نبني بلد، حتى انت زميلي عزيزي ما لازم نكون عم ندافع عن فكره تشجيع القتل ابدا ابدا. انا عم جرب اقول لك ما في في هو من اي منطلق عم يحكي، لا يوجد منطلق، وعم جرب اقول لك مش بس هيك، عم جرب اقول لك انه هذه القضيه تحديدا لا تزال موضع انقسام بالبلد. يعني لو بعد 10 سنين بتلاقي بعد انقسام عليها، كل من يشجع على القتل وعلى العنف يجب ان يلاحق، لانه ساعتها بنكون عم نروح على ثقافه عنف. اوعى تفتكري انه انا خطاب مثل هيدا انه ايه بخوفني، ابدا. ما فينا لا نرضخ للعنف، اوعى حدا يفكر، لا نرضخ للارهاب وللترهيب، هذا موضوع خارج النقاش، ولا يجب على اي فريق سياسي ان يقبل بهذا الامر. وهذا شخص يجب ان يؤنب، وهذا شخص يجب ان يلاحق، وهذا شخص يجب انه القضاء يستدعيه، لانه هذا كلام مش مقبول باي مقياس من المقاييس.